وإلى أراضي العربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غارة جوية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، وذلك بزعم محاولتهم زرع عبوة ناسفة قرب مركبات عسكرية في المنطقة الحدودية. جدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أغسطس عام 2014، تشهد المناطق الحدودية مواجهات متقطعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتنوع بين إلقاء الحجارة وتبادل إطلاق نار وصواريخ. دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص